السلام عليكم يا أصدقائي. السلام عليكم يا مدرسي مدرسي هذا هو صديقي السيد جوشكم. السلام عليكم أصدقائي. أنا كنت ذاهب إليه بالأمس لكي أزوره في بيته، ولكنه كان مشغولا، فقد كان يأكل عند السيد صلاح الدين. هذا هو السيد صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمه آدم، هو صديق جديد. أنا اليوم قد أحضرت جهاز الحاسوب. لا سمحت يا المحمود. مدرسي، مستر آدم أستاذ كباب. هو يقول السيد جوشكون، يقول أن السيد آدم يصنع الكباب جيدا جدا. جيدة جدا، كثير كثير مشهور في تركيا. أدانا كباب صيغ تيكي، في صيغ وفي لحمة حقا. هو يقول أنه مشهور جدا في تركيا ويصنع الكباب هناك. هو أستاذ. Türkçe'de bir şey söyleyebilir misin? Türkçe'de bir şey söyleyebilir misin? Yani akrabalarına mesela nasıl istersin? Adana kebabı meşhurdur. Ya çok meşhur. Çok meşhur. اليوم انا احضرت الى السيد جوشكول هذا الحاسوب المحمول فقد اشتراه من محافظة اخرى من القاهرة وانا استلمته والان اعطيه له لكي نجربه وسوف اقابلكم بعد ان نجرب هذا الحاسوب الى ان نلتقي الى اللقاء